شفت فيديو من شوية لشاب، والله 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 ان تقريبا الشاب ده عمل لك اغلاق للحياه. في فيديوهات كتير جدا خرجنا واتكلمنا عن الظلم، وقلنا ان الظلم ده اكتر ما سيجعل مصر خاويه على عروشها هو الظلم. الظلم اذان بانهيار الامم، خاصه لما يكون للظلم او للظالم اعوان، اعوان يساعدوه في اللي حصل في رابعه والنهضه سيبك منها، اعوان يساعدوه في اللي حصل في شوارع مصر للناس سيبك منها، اعوان يساعدوه في اللي حصل لمنازل الناس وهدم المنازل سيبك منها، اعوان يساعدوه في اللي حصل لمساجد بيوت الله سيبك منها، اعوان يساعدوه في بيع الجزر وبيع نهر النيل وبيع اراضينا وبيع شركاتنا سيبك منها، اعوان يساعدوه في انهيار الجنيه المصري سيبك منها، اعوان يساعدوه في غلاء الاسعار وارتفاع الاسعار على الناس الغلابه سيبك منها، اعوان يساعدوه في فكره ان يعمل كباري ويعمل قصور ويعمل عاصمه اداريه في حين ما عملش شركات ولا مصانع تشغل الشباب، اعوان يساعدوه في كل شيء. هذا اذان بانهيار الامم. زي ايه يا عبد الرحمن انهيار الامم؟ مثال لانهيار الامم ما تعيشه مصر الان ويعيش الشعب المصري. عارف طبعا حجم الغلاء اللي الناس بتعيشه، عارف طبعا حجم المعاناه الاقتصاديه اللي موجوده في مصر، عارف طبعا حجم تردي الاوضاع، عارف حجم ارتفاع الاسعار في كل شيء، في السكر، في الزيت، في الرز، المكرونه، الدقيق، في كل شيء حتى الفول. عارف ان كل حاجه غليت في مصر، عارف ان اللحوم بقت من الرفاهيات، ان اللحمه دي خلاص ما ينفعش المصريين ياكلوها او قطاع كبير جدا لا يستهان به من الشعب المصري ما بقاش ياكل لحمه، عارف ان الفراخ مش الفراخ ذاتها، الفرخه بقت ب 200 جنيه، عارف ان رجول الفراخ بقت من الرفاهيات. انما انا شفت فيديو لشاب بجد وانا بتفرج عليه عدته مره واثنين وثلاثه مش قادر افهم شاب زي ده بيتكلم الكلام ده ازاي. هناك اعوان للسيسي، ازاي في ناس لسه بتأيد السيسي وفي شاب طالع يتكلم كلام والله العظيم هذا الكلام. لو في دولة فيها جزء من تريليون في المليار جزء من الحق، من العدل، من العدالة، من المساواة، قسما بالله كلمات هذا الشاب كانت كفيلة تشيل نظام بأكمله. شاب خرج يتكلم عن الوضع الاقتصادي اللي بيعيشه براتب اللي بياخده 3000 جنيه بالشكل ده. المفروض ان انا اكل والدتي واشرب والدتي واجيب لها علاج واكسيها، ومراتي نفس الكلام، تمام، ومراتي على وش ولاده كام شهر ان شاء الله كده هتولد، ما عارف هولدها منين. الدكتور قال لي دكتور دلوقتي 7000 جنيه ولا 10000 جنيه، هولدها منين؟ هوديها دكتور عند مين؟ اعمل ايه؟ اعمل ايه وانا مرتبي 3000 جنيه في الشهر؟ يعمل ايه؟ 3000 جنيه مش محصل 75 دولار، مش محصل 75 دولار راتبه طول الشهر اللي هو. ولما مجموعه من الشباب تخرج وتسيب مصر وتروح ايطاليا ولا اي حاجه اقول لك عميل، خاين، ساب الوطن، يعيش معاك ازاي؟ يعيش معاك ازاي ب 70 دولار؟ يعني مثلا لما يخرج لك امبارح السفير اللي هو بسام راضي اللي كان متحدث باسم الخارج الرئاسه، سفير مصر في ايطاليا الان، يقول لك الشعب المصري في نعيم، غلاء الوقود هنا اكتر من مصر، اللتر البنزين ب 2 يورو، في مصر ما يجيبش نص يورو، جميل جدا، بس في ايطاليا راتب الموظف اللي هم عارفين انتوا الشباب المصري اللي بيروحوا ايطاليا وبيشتغلوا عماله بشكل غير مباشر عشان خاطر لسه ما كانوش اوضاعهم، الشباب اللي راحوا عبر البحر وكده، راتب الواحد منهم الراتب اليومي اليومية بتعادل راتب شهر في مصر، وده شغال غير نظامي. اما لما ينتظم بيشتغل بقى على الابيض فبيبقى راتبه اعلى. ده متحدث باسم او سفير مصر في ايطاليا خرج يقول لك على الوقود والبنزين. طب يا بيه يا بيه يا سيادة السفير، لما انت بتتكلم على الوقود اتكلم عن الرواتب. لا مش هتكلم عن الرواتب، ليه؟ انت اخواني عامل متآمر، اخواني عامل متآمر، مش قادر افهم كلمات الشاب اللي عرضت لحضراتكم جزء منها واللي هكملها لكم دلوقتي. وشوفوا عايز يبيع ايه من نفسه، يبيع ايه من 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 نفسه علشان يعرف يولد مراته. مش قادر افهم شاب زي ده بيتكلم بالشكل ده. اكيد انت كشاب بتأيد السيسي بتعاني اللي بيعانيه وبتعيش اللي بيعيشه، مفيش حاجه اسمها وطنيه، مفيش حاجه اسمها المهم الوطن. اي وطن ممكن تطالب ان يبقى الوطن والشعب اللي عليه مش قادر يتنفس
يتنفس من تحت الماء، مش قادر الشعب. نكمل مع الشاب اللي قال لك زوجتي هتولد ومش عارف اولادها منين، ما معيش فلوس. عايشهم بقى منين؟ اقسم بعز جلاله الله انا بقالي دلوقتي فوق الشهرين معاك تاكل لحم ولا فراخ، تمام؟ اقسم بعز جلاله الله انا بعدي كده قدام اللحمه، قدام اللحمه كده عند الجزاره اضرب لها 100 جنيه، ابسط الامور الفرخه ب 200 جنيه معرفة كده. اقسم بالله لو في يوم نزلت كده بعد شغل تاني اشتغلت 3 ساعات ولا 4 ساعات ب 50 جنيه لما واحد يتصل بيا، ايوه يا هشام تعالى عندي شغل تعالى اعمله بعد شغلي، اقسم بالله بروح اجيب حاجه اسمها هياكل فراخ عفشات لا مؤاخذه كنا بناكلها للكلاب، والله العظيم كنا بناكلها للكلاب زي رجول الفراخ كده بالظبط، تمام؟ بلاقي جنيحه والكلام ده اسمها عفشات عندنا، تمام؟ بجيب كيلو 50 جنيه بقسمها بين مراتي وبين زوجتي امي، وانا اقول الحمد لله على لقمه فول، تمام؟ لما خلاص بقيت من اقل مجهود بنهج زي ما انتم شايفين كده. مش قادر افهم ليه بتأيدوا، ليه في فئه بتأيد السيسي حتى الان؟ ازاي؟ الواحد حتى رجع لايام الشده المستنصريه؟ لا، ما كانوش كده. لما قرينا في التاريخ ما كانوش كده، ما كانوش بالرخص ده، ما كانوش بانعدام الشرف بالشكل ده، ما كانوش بانعدام المروءه والكرامه والضمير بالشكل ده. شاب زي ده لما يروح يعمل حاجه غلط تيجي تحاسبه؟ سيدنا عمر بن الخطاب في عام الرمادة وقف حدود الله، اوقف بعض الحدود. ليه؟ قال لك لئن اوقف الحدود في عامي هذا عام الرمادة هو افضل عندي من ان اطبق حدود الله والناس مش لاقيه. إن للسارق نوعان، سارق يسرق عن مهنة وهذا يحاكم، وسارق آخر يسرق عن جوع وبها رقبة الحاكم. ده سنة ربنا، ده شرع ربنا. لما الشاب يوصل بالمرحلة إن يقول لك أنا هبيع كليتي علشان أعرف أعيش، عشان أعرف أولد مراتي وأكل أمي بهذا الشكل. أعيش منين يا أخويا؟ أعيش منين؟ أعيش منين يا ريس ب 3000 جنيه؟ عيش من هنا يا ريس؟ اعمل ايه؟ ها؟ فانا عايز ابيع كليتي، والله العظيم عايز ابيع كليتي. فاللي يعرف يا جدعان حد يقول الخاص. السؤال اللي بيأيد السيسي. اي نعم انت برص وصرصار، اي نعم انت سحليه يا اللي بتأيد السيسي، بس ما فيش عندك نزعه ضمير، نزعه كرامه، نزعه انك تقعد مع نفسك كده، انك تعرف هتدخل في يوم من الايام وهتحشر وهتسأل امام الله عن الاوضاع اللي الناس بتعيشها. الظلم ظلمات، الظلم ظلمات يوم القيامه. قسما بالله ربنا لا يحاسب، مش هيحاسب اللي هو بيساعد السيسي وبس، لا ده هيحاسب الساكت اللي من جواه ما يقولش احنا بنعيش افجر عهد. وضع بائس، وضع بائس. كلمات الشاب ده كفيله قسما بالله، مش هقول لك تشيل مصطفى مدبولي وحكومته، ده تشيل عبد الفتاح السيسي ذاته. 10 سنين من الوعود بكره تشوفوا مصر تنتهي المطاف، ان الناس مش قادره تشتري العفشه بتاعت الفراخ ولا العفشه اللي هو الراجل خلاص بقى ليفل الرجول عداه، مش قادر يجيب العفشه بتاعت الفراخ. فبقول لك عايز ابيع حاجه من جسدي عشان يولد مراته. فيخرج ليك واحد من انصار السيسي يقعد كده في وسط اهله ووسط اسرته وبص لنفسه يعرف ان اللي عنده شرف ولا كرامه ولا مروءه ولا راجل، مجرد اريان بيدعم ظالم وباطش، خلى مصر بقت افقر بلد في العالم وشعبها بيئن انين المستضعفين بسبب الظلم ويدعمه. فطبيعي الظلم هيطولك، لان من اعان ظالما سلطه الله عليه، من اعان ظالما سلطه الله عليه. يا اللي بتأيد السيسي ويا اللي بتأيد السيسي ويا اللي بتأيد السيسي، هيجي يوم الظلم هيطولك، بس ساعتها مفترض تقف على المرايه كده وتبصق في وجهك 10,000 مره انك ازاي كنت نطع بلا شرف ولا كرامه ولا مروءه، وكان شعبك بيئن انين المستضعفين 10 سنوات مع واحد بقول لك بدأها بكره تشوفوا مصر يا اوتو مرجان. ده انا هغني الناس الاول لما انتهت المطاف بعد 10 سنوات، كل ورق شجر وعفشة فراخ، رجول الفراخ الناس مش لاقياها بسبب الظلم. وطول ما الظلم موجود في مصر لن تتغير،
إن الله عز وجل يقيم دولة الكفر إن كانت عادلة، ولا يقيم دولة الإسلام إن كانت ظالمة زي مصر. فعشان كده مش هتقوم لها قومة غير ما الظلم ده يحل عن قفا الناس. سلام عليكم.